السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هيروز فلاي. واليوم راح نسوي ريفيو مفصل لنينتندو سويتش أوليد. إذا الحين عندي القديمة والجديدة وأنا شغلتها عشان بس تشوف الاختلاف ما بينهم. مثل ما شايفين البيكتشر كواليتي هنا أحسن من هذا البرايتنس خاص. طبعا معروف أن الأوليد دائما يكون أحسن من الـ LED. اوكي، وش الاختلاف؟ الاختلاف بس من خلف، خلني بس الاختلاف في الورا اللي هي هذه اللي هي مال اللي ستاند، ممكن نقول ستاند حق الجهاز هذا. بس اطلع شويه هذه، لازم استخدم يدين هذا. اوكي، مثل ما شايفين تقدر تخليه كذي او تنزله كذي كامل يكون على راحت. بس هذه اللي هي نعرفها واحد، ما شايفين حتى ما تحط حتى يمكن يطيح. اوكي، وش الاختلاف الثاني؟ الاختلاف الثاني هنا مثل ما شايفين في فتحة المراوح اللي يطلع من الهواء. اوكي، خلنا نشوف وش المنيو مثل ما شايفين. طبعا حسابي شغال هنا وهنا، تقدر تلعب يعني مثل لعابك اللي موجوده مثال في اكونت اي على الاكونت بي، بس لازم تسوي سواء نفس السالفه اللي هي برايمري وهذه. زين، الحين هذه هي، خلينا نشغل لعبه نشوف الفرق. صح، الجوي كونز بعد، الجوي كونز ما في اختلاف، تقدر تركب السويتش اوليد على السويتش القديم والسويتش القديم على الجديد، فما في اختلاف هنا. حتى في الدوك مود ما في اي اختلاف، يعني 1080p على 60fps. طبعا نتكلم عن التريبل اي جيمز مثل ماريو والعاب كذي، ماريو، ماريو اوديسي او شيء كذي، مثل اتوقع زلدا ما 1080p، ما 60fps في بعض الالعاب انا اتكلم. اوكي، خلينا نشغل اللعبه. مثلا شغل هنا ماريو كارت، هنا شغل جرانديا. اوكي، شوفوا هذه ماريو كارت على الجهاز القديم وهذه جرانديا على الجهاز الجديد. شوف الاختلاف، يعني رغم هذه اللعبة قديمة اللي على الاتش دي ريماستر، صح اللي ما مشتري هذه اللعبة او ما مجربينها انصحه بقوة انه يشتريها، موجود في الماركت او تقدر تشتريها من ليميتد رانز. هذه اللعبة رهيبة جدا، هذه جاءت مع فاينل فانتسي 7 ايام على البي اس 1 وسيجا ساتن، واتوقع كان موجود في الدريم كاست بعد الجزء الثاني. حلو، هنا النجل الاول والثاني موجود. اوكي، مثل ما شايفين والساند كواليتي ماله احسن. الحين اذا اراويكم كذا في الكاميرا، رغم دقه الكاميرا 4K ما يبين الاختلاف في السكرين، يعني ما بتلاحظ واجد، لكن الحين انا جالس اشوف كذا يعني على طول، يعني يوم جالس اشوف كذا على الشاشات يعني على طول بتعرف الاختلاف وش موجوده على طول، يعني الاختلاف باين، حتى الكواليتي مال السكرين يعني مسكر الحين يبين، يعني لان الاوليد كذا دائما يكون احسن. زين، اللي يلعب على الدوك مود ما بيفرق له شيء، القديم والجديد نفس الشيء، لكن اللي يلعب اكثر شيء على الهاند هيلد مود مثلا يطلع برا او شيء كذا جالس، اللي عارفهم اكثر الناس يعني الشباب اللي في عمرنا اللي يلعبوا اكثر شيء وقت النوم قبل النوم، يعني يكون عند الكرفايه ويلعبوا وينام بعد. فانصح حالهم يعني حتى نفسي ان الاوليد هو بيست تشويس، الاختيار الاحسن. اللي ما مشتري الجهاز ويعني مسوي يعني بلان انه يشتريها، فانصح يشتري الاوليد حتى لو كانت الفرقية في السعر مثل 30-40 ريال. احنا نتكلم في سلطنة عمان، لان نلاحظ الحين عندنا يعني المحلات بدأت تنزل سعر الفيرجن القديم، يعني 50-40 ريال، في محل حصلت له حتى يمكن 60 ريال اقل. يعني هذه اول كانت ينباع على 100 وانا اشتريت على 170، لكن الحين واصل 200 وشيء قيمته، 215 ولا 220 تقريبا، لان زاد الديماند عليها. فالحين الطريقه اللي محلات يسووا مثلا ينقصوا السعر 50-60 ريال عشان باغين يتخلصوا من الاجهزه القديمه، لان الحين ما حد يشتري. فنصيحتي انه ما يعني ما تشتري النسخه القديمه اذا كان
يعني انت مخطط الحين تشتري النينتندو سويتش. اوكي غير هذا ما في شيء، يعني باقي كل شيء نفسه، بس اللهم الاختلاف هي السكرين وشويه زائد ساعات الجهاز، مثل ما تقدر تلعب ساعه او ساعتين اتوقع كذي اللي انا جربته. بس الاختلاف يعني اذا تقول لي مثلا 40 زياده حال هذا، انا اقول لك يستاهل. انا كنت اتمنى لو هذا النسخ كان يجي على اللونش نينتندو سويتش، كان بيكون شيء رهيب. إذن شباب هذه كانت فيديو مفصل لجهاز نينتندو سويتش الأوليد، ونصيحتي اللي ما مشترينها يشتريها، واللي مخطط إنه يشتري جهاز ثاني يشتري الأوليد وأموره طيبة. لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب على القناة. شكراً.